احساسنا احساسي بحب كل حد من الناس اللي موجوده وقد ايه انا بحبهم وبحس ان هم بيحبوا كل فرد فينا بيسالوا عليه. هو ده الأديان الحقيقية بتقول إن إحنا كلنا بشر زينا زي بعض بنحب بعض. فأنا هنا بمثل باسم ديني إن أنا واقفة في المكان ده، فخورة إن أنا واقفة هنا، فخورة إن أنا جزء من الفريق الرابع ده. بتمنى لهم كل الخير، بتمنى لكل الناس تسمع رسالتهم. الناس دي رسالتهم حب، رسالتهم سلام. رسالتنا بما اني فخوره جدا I'm so proud to be here، انا مبسوطه جدا ان انا موجوده هنا وفخوره جدا بوجودي مع الناس الحلوه قوي دي بجد.